كل شيء يا بشير، كل شيء. احكي. سمر حبيبي جاي على البيت، جاي لعندك. كنت بعرف لوقت ما اجي. اوعك تعملي اي شيء، اوعك تقولي له شيء لعمي. حكيت مع امك، بترجاكي لا تخربي لنا حياتنا يا سمر، بترجاكي لا تخربي كل شيء. ماشي. أنا ليش ما خبرتكن من قبل؟ قول. لو صار لكن خبر ما كان صار هيك. مين هي حبيبته لمهند؟ احكي. صحيح اللي سمعتوه من المدموزيل؟ عم بيقتلوها لنهال يا عدنان بيك. لك يا ربي تحمينا من اللي جاي. عدنان بيك عند بشير. احكي مع سمر، لا تخليها تحكي شيء. يلا. كنت بالليل ماشي بجنينة عالبيت البلاستيكي، شفتن اتنيناتن. مين شفت؟ مهند سمر خانم. سمر عمي جاي ليكو عند بشير، ما قلتي له شي ما هيك؟ ما قلت له. سمر بترجاك افتحي الباب. Thank you.
وينه مهند؟ هنن فوق. سمر! عم تتركني لأنه ما فيك تتركني هال؟ عم تقتلني مشان ما تموت هيل؟ سمر ليش أنا؟ سمر اتركي السلاح من إيدك بترجعكي. شو معنى كلام سمر فيروز خانم؟ شو علاقتها بمهند؟ سمر! نهال لا تطلعي! افتحي الباب! نهال وردة بنفس واحد بتدبل. طيب وسمر؟ سمر! سمر بترجاك اترك سلاح! افتحوا الباب! افتحوا الباب! افتح الباب! لما بينفتح هذا الباب ما رح ينتهي كل شيء بخصك. أنا كمان بس ينفتح هذا الباب رح موت يا مهند. بدك ياني موت مهند؟ طلع فيني وجاوبني، بدك ياني موت؟ لا تخسر. لإلي بترجاكي تخسرني لإلي حبيبتك.